السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله الذي أحياني بعدما مات. لا إله إلا الله. أنت تقدر، لا تقول ما تقدر، قوم سوي ريادة يا رمح، يا حويان يا فنتل. أنت يا ولد كيلو 600 متر، خلاص خلاص يا ربي أنا قلت يا ولد. اوه يا امه، اه يا امه، اشهد ان لا اله الا الله. احس اني نحفت يا عيال والله، احس اني نحفت والله صدق. اسمعوا القصه هذه، دوبي كلمت لكشت. السلام عليكم، كيف الحال يا كشت؟ انا رجال زواجي بعد 3 شهور 4 شهور تقريبا، وابغى ارتب جسمي. للي وش في جسمك كويس، ما فيش هوش حاجه. قلت له انا الحمد لله ايدي كويسه، وجهي كويس، اكتاف بس منطقه الجذع عندي انا شويه زايد الوزن، عندي خواصر وعندي كرشه وعندي يعني ابغى احيلها. قال لي ها تدري هذا ايش؟ قلت له شنو هذي؟ قال هذا يا سعاده الباشا هذا سكر. قلنا والله انه من جد، انا صبح وعشاء اقعد في الحمضيات والبيبسي. قال انت عاوزها تروح في 3 شهور؟ قلت له ايوه. قال طيب انا عندي لك حاجه احسن، وش رايك في 3 شهور اشيل لك الكرشه واخليها تقلب عضلات كذي زي هذه اللي والله ما ادري ايش سماها لي، يعني كذا عضل 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 بدال الكرشه. قلت له والله ان كان سويتها فانته ونعم ونعم. قال لي خلاص انا ابغى منك حاجه واحده، لا حاجتين، ابغى منك حاجتين. الحاجة ركزوا، الحاجة الأولى يقول لا عاد تأكل أو تشرب أي شيء فيه سكر، سواء سكر صناعي، سنتنفيا من شو اسمه ذياية، سكر طبيعي، عصيرات طبيعي، وقف كل شيء، أي شيء طعمه حالي لا عاد تأكله 3 شهور بس. قلت ليش طيب كيف؟ قال لي أكثر عضو في جسم الإنسان يستهلك السكر شنو؟ قال لي الدماغ، الدماغ هو اللي يستهلك السكر. فبعد اول 5 ايام ما تاكل سكر ولا تشرب سكر ولا تسوي اي شيء حالي، بعد 5 ايام من بداية الكلام هذا دماغك يقول ايش؟ يا ولد انا ابغى سكر. اليوم السادس خلاص يفقد الامل منك انك انت والله ما معك الا الجوع. فوش يسوي؟ سبحان الله يقول ايش؟ الدماغ يعطي اوامر للكرشه انها تطلع سكر من اللي مخزنتنا ذي الشحمان تياي، يقول خلاص هو يستهلك منها. فانت وقفت السكر من هنا وتحرق من هنا خلاص. الشيء الثاني يقول ابغاه كل يوم بس مشي، اول شهر بس مشي 45 دقيقه تمشي بس، الشهر الثاني نبدا نشد عضلات. فهذه نصيحه والله العظيم انها يعني حتى وراني صور ناس طبق عليهم المثل هذا. اقسم بالله يا واحد ورب الكعبة كرشته كانت مترين، كرشته كذي يا ولد يشيلها بعربيه. وراني صورة ثانية له بعد كم؟ 62 يوم. اقسم بالله يا مسلمين شخص ثاني، ورب محمد شخص ثاني. فمرة مرة ارتفعت الحماسيات عندي، مرة حماس. فالفكرة ذا الحين الحماس مرة عالي عندي، من اليوم ان شاء الله اي شيء حالي سواء طبيعي سواء سنتنفيا هذا السكر البني مدري الكلام هذا كله خلاص ما عاد فيه. نبدا نهتم في شو اسمه في الاكل والشرب، نعتمد الوجبات الصحيه هذه، وباذن الله باذن الله تشوفون سعيد غير شكل بعد شهرين باذن الله. طيب يلا نسوي السحب. هذه الصوره بنسحب عليها ساعتين قبل. هذه التعليقات، بسم الله نزل على هذا التعليق، بسم الله ندخل نضيف الرجال الله يبارك له، نتصل عليه. هذا الفائز الأول كان تعليقه قبل 5 أيام،
ندخل ونبارك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. سلام الرحمه. مساك الله بالخير سعيد حاش الزهراني معك. يالله حي. الله يبقى كيف حالك بشرنا عنك. خير الله يعافيك ويسلمك. مبروك يا حبيبي انت فزت في السحب حق الساعة. الله يبارك في عمرك ويوفقك. تستاهل والله يبارك لك ان شاء الله. تبغاها ساعة ولا تبغى بدلها قروش؟ والله القروش يفضل والله العظيم. هاي ابشر ابشر ارسل لي رقم حسابك والله يبارك لك. امين. في امان الله يا حبيبي. هلا يلا الحين السحب الثاني. بسم الله. هذه التعليقات على هذا تعليقه قبل 4 أيام. الله يبارك له الله يبارك له يستاهل. خلنا ندق عليه ثواني بس. ان شاء الله يرد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور والعافية. سعيد حاش الزهراني معك. هلا حياك. انت فزتي معنا بساعة تبل. الله يبارك لك ان شاء الله. الله ينور لك ان شاء الله. اللهم امين. تبغينها ساعة ولا قروش؟ ما ادري. واطلع معي مداخلة. عندك شيء تاع والله لعبيك. لا 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 يا وخلي. عشان تعرفون اننا في دولة والله العظيم محسودين على ولاة امرنا وعلى الامن والامان اللي احنا عايشين فيه. دبابي تركته في مكان عام قيمته اكثر من 60,000 ريال. والمفتاح عليه. شوفوا المفتاح كيف ينقلب هذا. ايوه شوف المفتاح. والله نسيت المفتاح ورجعت لقيت الدباب زي ما هو موجود وفي مكان عام في مواقف. فأشاء الله العظيم انه يديم لنا ولاة الامر ويديم لنا الامن والامان وانه يحفظنا من كل سوء. قولوا امين. يا وجه الله يا السنة كل نفس التعليقات هذه. قل لا إله إلا الله. أنا تعشيت زلطة وصدور دجاج صدر دجاج كباب مشوي. لا هو لا مقلي ولا هو مضغوط ولا هو مسلوق ولا واحدة ولا ثنتين. مشوي يعني ما في زيوت ولا في سكر ولا واحدة ولا ثنتين. خلاص يعني أنا محروم من السكر. تبغى تحرمني حتى من الدجاج واللحمة؟ شكا على الله. فيهم برضو بنسرق.